المنصف خماخب بالانتخابات للفترة النيابية الجديدة بعد فوزها على قائمة جوهر الحلواني. معانا بالتليفون عضو القائمة شكري الشيخ روح ونحكي معاه على الانتخابات هذه. سي شكري اهلا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعين اكسبريس اف ام. مرحبا سي شكري. دونك اكيد منافسة كبيرة كانت في الانتخابات البارح، لو كان تحكي لنا شوية كيفاش كانت؟ والله هو عرس كان كبير ياسر في صفاقس فيما يخص هيئة المديرة نيران صفاقسي. ثم انتخابات، كانوا زوز قائمات، قائمة الأولى يترأسها سي منصف خماخم والقائمة الثانية يترأسها جوهر الحلواني. مفخرة لتونس، كانت الديمقراطية موجودة وكما قلت لك عرس كبير ياسر، وكانت مصلحتنا الناس الكل زوز قائمات واللي الناس الكل اللي جاوا مصلحة النادي الرياضي الصفاقسي. القائمة نتاعنا احنا في التالي يعني نجحت هي. شو نقولوا احنا؟ مبروك للقائمة نتاعنا، حظ أوفر جوهر الحلواني. احنا عندنا كان هدف برك هو لم الشمل، الناس كل تكون موجوده مع نادي الرياضي الصفاقسي. نتمنى ان شاء الله النادي نتاعنا يمشي لقدام. البيبان محلوله، ماذا بينا الناس كل نتوحدوا، ما عندناش حتى اشكال مع حتى انسان، اليد في اليد ونمشيو بالناس النادي الصفاقسي قدام ان شاء الله. شنو برنامجكم سي شكري على المدى القريب والمدى البعيد؟ والله البرنامج نتاعنا هو كما قلت لك، توا عندنا شامبيونات تونيزي، كوب دو تونيزي، عندنا كوب دافريك. احنا تعرف النادي الصفاقسي عنده عادات وقاليد في الكاس الافريقيه، ان شاء الله نكونوا نترشحوا في الليبول، نترشحوا احنا والنجم الرياضي الساحلي، ان شاء الله نكون ممثلين كره القدم التونسيه، ولما لا ان شاء الله واحد منا، وان شاء الله نتمناو للنادي الصفاقسي باش يكون هو الفايز بالكاس هذايا. رغم الانتقادات للهيئه نتاع المنصف خماخم لانه الجماهير عاودت انتخبتكم من جديد، هذايا غادي يعطيكم مشروعيه تنجموا تكملوا تخدموا بها في اريحيه. والله الانتقادات اش تعرف يعني، ما الانسان اللي ما يخدمش بصفه عامه هو الانسان اللي ما ينتقدوهاش، خاطر مهما انسان يخدم راهو لازم باش يخطا. القائمه نتاع منصف خماخم اللي انا كنت معها موجود قبل وموجود من الاصل الدنيا ك يعني من كلاعب قديم في النادي الصفاقسي، راهو الهدف واحد برك، هو كما قلت لك لم الشمل والناس كل تخدم، ومصلحه برك هي مصلحه النادي الصفاقسي. احنا ما نحبوا حاجه، المصلحه نتاعنا شنو هي؟ ونشوفوا الناس كل فرحانه وان شاء الله التتويجات تكون موجوده، وان شاء الله النادي الصفاقسي يمشي لقدام، هكا الاهداف نتاعنا، راهو ما ثمش حاجه اخرى، هو نفرحوا الجمهور نتاعنا ونقدموا فريق يكون ان شاء الله الفريق نتاعنا يعطي اضافه كبيره ياسر وتحسن على جميع النواحي. من الاداء نتاعو، من الامور الفنيه والامور الاداريه، ان شاء الله تعرف اللي توا الوقت مشكل كبير ياسر في كره القدم التونسيه، مشكل اللي هو الفلوس، يعني ماذا بينا الناس كل نتوحدوا، وراهو بالمجد كيف نراو احنا الصار قبل مع الفرق الكل، الناس كل قاسات، ان شاء الله توا توفى الكورونا وان شاء الله يرجع جمهور للملاعب وان شاء الله ان شاء الله نتفقسي من حسن الى احسن ان شاء الله. حكيتوا على حكيت على الفلوس يا شكري، عندكم برنامج من باش تكون ان شاء الله سيرتو الفلوس؟ نادي الكل تعاني في ازمه نتاع فلوس، عندكم برامج من باش تكون الفلوس باش تجي؟ اكزاكتمون، هو راهو النوادي الكل قاعده في ازمه كبيره ياسر، والسنوات الفارطه اللي كان متضرر رقم واحد هو رئيس النادي منصف خماخم، ان شاء الله الناس كل توا تتلمت، واحنا ان شاء الله ماشيين نحرصوا باش الدعم تكون متواجده والناس اللي تساند الصفاقسي يكونوا متواجدين، وهذا هو الهدف نتاعنا ان شاء الله. توزيع المهام حكيتوا فيه ولا ما زلتوا؟ نعم. توزيع المهام؟ لا ما زلت. ما زلت. اون ريونيون ظهرت اخذتك على الطاير لان قاعدين تحكوا في حاجه من نوع هذا ولا ما زلتوا؟ لا اون رينو مش مع النادي الرياضي الصفاقسي. اوكي. النادي الصفاقسي تو الفريق نتاعنا تحول لجوهرة الساحل سوسه، وان شاء الله غدا حي عندنا مباراه تستنى فينا مع نجم الرياضي الساحلي، وان شاء الله نقدموا اداء باهي وان شاء الله نكونوا فايزين بالمباراه هذه. يعطيك الصحه، شكرا لك سي شكري على كل التفاصيل اللي مديتهم لنا بخصوص فوز قائمه المنصف خماخم في الانتخابات البارح. احنا مازال مواصلين في زون ميكس في اخر جزء من حصتنا، الاخبار وبعد مكملين. زون ميكس نحكيو رياضة.